صفر صفر قولي واحد الحقوني انا 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 الحقوني راح اموت. حطي على القناة الثانية. تكرم عينك. ها عالم الحيوان في ايه حادي سامع جميل. شوفي هذا صوت المحمود عم تستغيث. قومي لنشوف. شوف شوف محمود. يا محمود جميل كسر الباب. تعي هو رح موت انجلطت انا. لا رح تشرب عندي. وجميلة شو؟ جميل اطلب الاسعاف على السرير. اطلب اوام جميل اوام اطلب لي الاسم. مو هان مفصول ماليا. شو اسمك حكيم؟ انا الدكتور شفيق محسن. شفيق محسن 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 شو شاعري؟ ماما ماما مو ماما هاتي بدي اياه جيبوا لي اياه من تحت تعطي الارض. هلا بدي اياه جيبوا لي اياه. جيبوا جيبوا طمنا دكتور. والله ما بخبي عليكم حالتها خطره مع احتشاء امامي سفلي. امامي سفلي خلص بقى كلي. اما حالتها هلا بدات تستقر. شو بيصير معها خلال 24 ساعه القادمه الله بيعلم. هيك اضمن شيء انا هيك ما بقى ينفتح الا بالمفتاح. ان شاء الله يسلموا هديات يا رب. هذا المفتاح بتخليه معك بس تطلع محمود بالسلامه بتعطيه اياه. يلا روح على البيت لانه انا فيكي وقعي. عليك توقع. لا تخافي ما في شيء بضرك وقعي. ما وقع لا اشوف شو مكتوب. طيب اقري وبعدين وقعي. ماشي. أنا الموقع أدنان سعدي المسعود أتعهد بالخروج من المستشفى على مسؤوليتي الشخصية وأنا بكامل قواي العقلية وعليه الوقع. لك ليش المستشفى الخصوصي مصاريفها كثيرة ما بدي طالعوني على البيت مضطر أروح على البيت أنا. لك هلا أنت وقعي وبعدين وين ما بدك باخذك. اسمعي مني وقعي أحسن ما يطيروا 3 ملايين اللي تحتك. وأنت شو عرفك؟ تكرم عينك رح طالع هيك محملة على كفوف الراحة. يلا 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 شو جايب لجاي؟ مرحبا مرحبا انت. يا اهلا وسهلا. يا اهلا هي الاخت ام محمود. اهلا وسهلا خالي ام محمود. حكينا معكم مشانا حابه بخصوص الموضوع. يا اهلا ممكن توقع لي بس هون؟ يا على عيني شو جايب لجاي؟ وقت حبيبي. يا هلا هون؟ ايوه يلا شكرا. اهلا ان شاء الله معفاي خالي. الله يعافيك. الله يعافيك. وين نروح هلا؟ انس هيام اذا بتريدي. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا. تفضلوا تفضلوا. اهلا وسهلا. شكرا. يا اهلا مرحبا ابو حسين. هي ام محمود. ها جبنا لك اياها. ساعدتني اذا بتريد لنقلع التخت. اي مو براسي. تعال تفضل ابن عمي احملني احملني. يلا تعي تعي تعي. شو اكلي؟ على مهلك تقولي. شو اكلي؟ على مهلك ابن عمي. شوي شوي جميل عليها شوي 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 شوي. ها على مهلك. هاتي هاتي بايدك. تفضل يا محمود. هاتي عنك هالخشبة. تركيا تركيا من ايديك. ليش لازم تاكل الخشبة؟ هي بتضايقك. ما بيصير هلا هون مو مستشفى خصوصي حرة انا بساوي اللي بكيفي. تركيا معلش يا انسة اتركي لها الخشبة. معلش هي بتحبها لهي الخشبة. ما بصير لازم تشيل الخشبة عن صدرها مشان نوصل المونيتور. شو هاد؟ مونيتور. هلا تركي لي الخشبة روحي اشتغلي لي بالمونيتور. روحي تعي تعي على الخشبة.
مرحبا. لو سمحتي بدنا نطلع. ماما. بس مشان ما يشغل بالك انا بجوز اخر شيء نص ساعه او اكثر. خلصينا بقى على الغدا. ماشي. ايه اوكي. يا اهلا. هلا الله معك. دخلت ليش مستعجله انت قاعده عم تصرخي فيي؟ انا الطاوله ضروري. مين وهيدي ام محمود بتكون؟ باين شغله كبيره ما؟ اكيد. تفضلي. تفضلي شكرا خذي هالكرسي. انت بدك تضلي قاعده هون؟ طبعا. لكن مين بده يراقب المونيتور؟ تركيه للمونيتور من ايدي. تركيه ما بدي اياه حرة انا. ما بصير بركي صار لك شي فجأة. او ليه؟ لا ولو يا محمود. لا تكلي هم، لا تكلي هم نهائيا. أنا ما رح أتركك لحالك معه، رح ضل هون. إيه تقبرني يا بطارق تاع عود جنبي، لا تتركني لحالي، عود بيسع. إيه يلا هون. لك إيه مالي تاركك لتطلعي من هون محملة على كفوف الراحة إن شاء الله. المحمود شو رأيك تعطيني الورقة وروح أصرف لك إياها وأحط لك المصاري بالبنك؟ أحسن لك، اسمعي مني. لا معلش أنا، شكراً كتر خيرك، أنا بصرفها بذات نفسي. اسمعي مني أم محمود ما بتخسري بالمرة. مستحيل. أنت طفلي حبيت أخدمك. شو رقم ابنك بخرفك كان؟ شو بدكم من ابني انتو؟ طولي بالك بدنا نجيب لك اياه من هديك المستشفى وانت عم تصرخي جيبوا لي اياه جيبوا لي اياه. ما بدي ابني انا. من اجا اجا ومن اجا بي ما بدي ابني. بدك مين بدك؟ بدي بيع لي يا نصيب. بدك تعطيه حلوانه؟ بدي اخلع الرقبه شيته. ليش؟ لانه ما اعطاني النمره اللي بتربح جائزه الترضيه. شمس ما حذرت. زهره كمان ما حذرت. فاتنه حلوة. لا. ياسمين كمان لا. فلة ما حذرت. زنبقة كمان ما حذرت. حلا. حلا اسمك حلا. ايه مو معقول، ما بصير لازم يكون اسمك واحد من الاسامي اللي عديته. وليش ما بصير؟ لانه كل الاسامي اللي عديتها بتلبق لك. معك حق، بس واحد ما بايده يسمي حاله. لك اتركها ازبلها للمخلوق ازبلها. خليها تعرف تشتغل بجهاز بلاش يقطش القلب شيتي قلبي. اطمني خالي وضعي كويس. ايه استاذ جميل لسه بعد بدك تحزن ولا عجزت؟ انا من جهتي ما بقي عندي اسماء خرجي عجزت. انا بساعدك جميل. اسمك اميره؟ لا. لطيفه؟ كمان لا. حسن؟ لا. حسنة؟ كمان لا. لك سموها فوزية بس اتركوها تعرف تشوف شغلها. صح حضرتي انا اسمي فوزية. فوزية عاشت الاسامي. فوزية اسم كله شعرية على وزن شاكرية لوخية سحلية حنفية. هي حلوة حلوة جميلة. طالما حضرتوا بامكانكم تقولوا طلبكم. ايه بصراحة نحن قلنا عندك طلب وإذا وافقتي عليه بيكون كتر خيرك. إن شاء الله بابا ما بيخجلكم. بابا؟ إيه بس الطلب اللي بدك تلبي لنا إياه هو أنت مو أبوكي. أنا ما بقدر، لازم بابا الأول يوافق. وعلى شو بده يوافق؟ على طلبكم. إيه بس نحن طلبنا يا ست الحسن من لأنت هو إنه ديري بالك على أم محمود بعد إذنك. حاضر. أنا انطمزت يعني. وينها؟ جوا هون؟ وين؟ لحد ام محمود. لحد ام محمود. مين ام محمود هاي؟ جارتنا اللي دائما كنت اسالك عنها، اللي رجلها مجفصنه. هاي طلعت. شو طلعت؟ دكتور الله يخليك، وين طلعت؟ طلعت على مشفى خاص. منو مشفى؟ ما بعرف. ما بتعرف مين بيعرف لكان؟ وانا شو بيعرفني مين بيعرف؟ حبيبي دكتور الله يخليك، قل لي يعني هيك، انت تتوقع وين بنلاقيها؟ يا اخي ضروري تلاقيها. ايه ضروري كثير. مشان شو؟ ايه قلت لك شغله. شو شغله؟ ايه ما قلت لك بدي بشرها بشاره حلوه كثير بعد هيك. ايه بعرف بشاره، بس شو هي البشاره؟ ما راح اقول لك. ليش؟ لانه اذا قلت لك راح تروح تبشريها وتاخذ الحلوان بدالي وبطلع انا من المول ضل احمص زميط. لا تخاف حلوانك محفوظ، بس قل لي شو هي البشاره؟ ما راح اقول لك. وين رايك؟ رايح ادور عليها بالمستشفيات. ايه وقف، خليني وقف.
شو عم تقري؟ جريدة عادية لقيتها بالكوريدور. وين رح استاذ جميل؟ نزل على الصيدلية ليجيب دواء يلي وصف الدكتور. شو بيشتغل؟ استاذ جميل بيشتغل مهندس. باين عليه. يلا وشو مبين عليه كمان؟ يعني ظريف ولطيف وابن عائلة. ايه هذا من ذوقك. وما بتعرفي انه مدير؟ مدير؟ ايه باين. مدير شو؟ مدير لإحدى المديريات الحكومية. وعنده سيارة؟ طبعا وطويلة من ورا كمان. طب بدي اسألك سؤال ولو في شوي يعني. لا ما ولا تستعي لا تستعي لا تستعي وش حياة. اخوكي متجوز ولا خاطب ولا لساته عازب؟ مين اخي؟ استاذ جميل. ليك واجا اسألي. خير شو بدها تسأل؟ اسألي. بستحي. هي الأملة براس الأقرع اللي ما في شيء بالمرة. لا تستحي شغلي ما بدها مستحى. جميل تعال حبيبي لهم. عوض فوزية بدها تسألك سؤال ومستحية. فزفز؟ لك ايه فزفز بتسأل بدال السؤال عشرة. يا أحلى فزفز بالمستشفى. لا بستحي. لا ليش تستحي يا أنسة فزفز؟ اسألي عيني اسألي ولا يهمك اسألي. لك هجرة اتركها للبنت. عم تقلك تستحي. روحي اختي روحي شوفي من كنتك المونيتور جيتك. هلا بيجعني قلبي وبصير بيعطش قلبي. طبعاً خالي شايفته من عندي. اسألي فزفز. فرجيني ايدك. فرجيني ايدك الثاني. ايه بفرجيكي شعلي. خلاص ما عاد في داعي اسألك شي. انا اذنك. انا انطمزت بعدي. سلام. هلا شكور يا خلوني. استاذ جميل اوعى تخليه يهرب. هذا هو خليه يهرب. هذا اللي اشتريت منه النمرة. الحمد لله لساتك متذكرتيني. معقولة انسان؟ معقولة كبتولة؟ معقولة انسان؟ قاتل قاتل. شو هي؟ النمرة. انو النمرة؟ اللي تربح الجائزة الطردية. ايه محمود طولي بالك. انا بعتك نمرة ربحت الجائزة الكبرى 3 ملايين تصرف فيهم بالهنا ان شاء الله يا رب. 3 ملايين؟ ألف مبروك يا محمود والله بتستاهلي. بعدي هيك لشوفه. تعال تعال يا عمرو. ان شاء الله تصرف فيهم بالهنا يا ام محمود. تعال يا كابتن. إذا بدك ياني سامحك وارضى عليك بتعطيني نصه. نص شو؟ نص جائزة الطردية اللي ما رضيت تبيعني اياها. بعتك اللي أحسن منها بكثير. لك لو كان لازم تبيعني الثانية. ولا يهمك المرة الثانية بلاقي كل مرة بتربح بعطيك اياها هيك كلها. لا تضحك علي. بدك تعطيني نصه يعني ال 15,000. لك تعال معي شوي. وين؟ ما بدي حلواني. الحلوان؟ أكل علي 30,000 وجاي تاخذ الحلوان يا حيوان. عجوكم. بلين في حالات القلب بلش يتأثر. قلبي لي القلب بلش يتأثر. لك يا اخي الله يرضى عليك. بدي الصباط. سيك هي طايته. عجبك عن الحكي اللي عم تحكيه؟ اخي انا بدي الحلوان. وطي صوتها. هي ام محمود مره كبيره خذها على قد عقلها سايره لك اخي. مزبوط بس الحق علي اللي اعطيت النمره الربحانه كنت لازم اخليها الي. مزبوط ولا لا؟ النمره الربحانه؟ ايه ايه عم تضحك علي انت؟ خايفني انت؟ هدي لك تقربني انت؟ شو عرفك انه النمره ربحانه؟ كله حظك. مزبوط بس يعني بضل انا اللي بعت النمره هيك. مزبوط. كتر خيرك. وخيرك. يلا الله معك. الله معي بدي الحلوان. خلص الله بدي الحلوان. اسمع لك يا ابني. ايه هلا هي ام محمود صحيح ربحت الورقه. ايه بس بالنسبه للمصاري. عود هني. سعيد محمود ربحت اليانصيب. ايه بس ما استلمت المصاري. بس تستلم المصاري حلوانك على راسي جاهزين نحن. هذا رايك؟ عندك راي ثاني انت؟ لا ما عندي راي ثاني. قضوي. ايه سيدي. ايه عندي ورقه يانصيب ربحها تشتريها. بدك تضحك علي. لا انا جميل حمصي انا. صحيح انا ضويش بس كلهم بيخافوا مني وبيحسبوا حسابي. انا اسمي جميل اسمي على كسمي. يا حيط. الف مبروك يا ام محمود. ما بتتصوري قديش فرحت لك. ان شاء الله انا ولا انت ان شاء الله. اضلينا ندور عليكي انا وبياعني يا نصيب من مستشفى لمستشفى حتى لقيناكي. خير شو بدكم مني لحتى عم تدوروا علي؟ شوفي مشان نبشرك بالجائزه الكبرى قبل الكل. يا حصرتي راح تعبك بوش. الي خبر انا.
ليش مين بشرك جميل؟ لك لا انا حضرت السحب على التلفزيون وانجلطت. شفتي الجلطه؟ ليك ايش الجلطه؟ سلامتك يا ام محمود سلامتك. ان شاء الله انا ولا انت. يا لطيف ما اكذبك بلش تمسيح الجوخ. بس على مين؟ انا جوخي قاسي ما بيمسح. تدري ولا ما تدري احبك يا بعد عمري، يوم اللي ما اشوفك ما ينحسب من عمري. بدي خليها نتعمل لي سحر جديد ليصيروا طابقين، وبدي اتشكر على السحر الاولاني. يا لطيف ما اقل ذوقي، كان لازم اتشكرها مباشره. بدي اعطيها 1000 ليره. لا لا، ايش الالف ليره؟ 500 بكفي. حاجة هنا كلام الدكاترة كتير، لا تطلعي لا تهزلي لا تاكلي لا تشربي. ايش بعدين الاعمار بيد الله، الواحد مننا ما بيقدر يأخر عمره ولا يسبع عمره لانه يوم واحد. اي لا ام محمود، بس الواحد لازم يرتاح ببيته. وبعدين الدكاترة قالوا لك لا تتحركي من شقتك اذا كان على الاكل والشرب، ولكن لك فكرة لك تؤمري امر دغري الاكل والشرب بيكون عندك انت. بس اشرب اصبعتك حتى شوفي، كنت طبخت لك شرب وكنت جايبت لك اياهم لعندك. هنا هنا انت عم تغمريني غمر بجمايلك. لا شو جمايل وما جمايل ام محمود، اصلا الجيران لبعضهم وكل واحد لازم يساعد الثاني على قد ما بيقدر. تؤبري قلبي شو هان. ايه مزبوط مزبوط. بتعرفي ام محمود؟ نعم. منيح كثير انك جيتي لعندي لهون، هون اريح لك من شقتك، خليكي هون قاعده عنا، عادي عنا اسبوع، شو رايك؟ وانا باخذ اجازه، مننام انا وياكي بالغرفه جوا، وجميل بينام عند الاولاد، ما كان لك فكره، وشو ما طلبتي؟ وايمتى ما طلبتي؟ شبيكي لبيكي هنا على الاربعه بين ايديكي، هون احسن لك من شقتك، بشقتك بدي اخلقك. لا ما بدي اتساءل عليكم، بكفي اللي عملتوه معي، كفيتوا ووفيتوا. الحقيقه يشهد الله ما قصرتوا، ولولاكم كنت متت انا وما كنت ربحت شيء. لا ام محمود شو هالحكي، نحن ما عملنا شيء. لا عملتوا وعملتوا كثير، كمان الواحد لازم يعترف. لولا السحر العظيم يلي عملتي لي اياه، ولولا جميل ما يقنع مدير البريد يصرف لي جائزه، ما كانت احوالي تحسنت شوي. اخ مالي عرفان شلون بدي اتشكركم انا يا هنا. لا ام محمود ما في داعي تتشكرينا، نحن جيران وجيران لبعضهم. صحيح، بس انا ما بحب خلي علي شيء، لازم اتشكركم انا يا هنا. ايه مثل ما بدك، انت كريمه ونحن بنستاهل. من جهه بتستاهلوا والله، وهي بكسر الهاء وعند اليمين انكم تستاهلوا كثير، وهالشي خلاني احتار انا بشو بدي كافيكم. فكرت كثير شو جبلكم، جيب إليك ولا لجوزك ولا شي غرض للبيت؟ للبيت أحسن شي أم محمود، أنا كتير بحب غراض البيت. خفت أنا جيب غرض للبيت يقوم ما يعجبك، أنا بعرف ست البيت بتحب تنقي غرض لحالك على ذوقها. إيه معك حق، بكرة أم محمود بس الطيبة وتقدري تطلعي وتفوتي، مننزل عالسوق ومننقي غراض بيت كتير حلوين على ذوقي وذوقك. كمان فكرت فيها، بس قلت لحالي يا سعدية يا بنت المسعود، إذا الشغلة فاتت ماتت، وإذا بدي انتظر لحتى أصير أقدر أطلع وأنزل لحتى أشتري لكم الهدية والحلوان، بخاف تفكروا أني مطنشة ومو من عادتي تنطنيش أنا يا هنا. ماري والله بعرف، وهي بكسر الهاء وعقد اليمين، يا سعدية يا بنت المسعود بعرف أنه أنت مزوقة وصاحبة واجب وما بتخلي عليك شي بنو. مشان هيك فكرت جيب هدايا للأولاد، قلت أحسن شي. تعوا صيصاني، تعوا أعزائي الأطفال خدوا هداياكم، تعالوا. شو بكون ماما واقفين؟ تعوا شوفوا خالي أم محمود شو جايبت لكم، يلا أوان تعالوا عنوا. تعال تعال. هي إلك وهي إلك، أنت سليم بتحب الدباب أنت خو. شو هذا لعب؟ ورجيني لشوف أمي. كتير حلوين، عن جد كتير حلوين، أم محمود أنت كتير مزوقة، خود أمي خبيها ها، هي ذكرى من أم محمود. اسمعوا كلمة الماما ها، قفلوا عليهم خليهم جدًا. هدية ما بدي اياها. ليش ماما ما بدك اياها؟ كثير حلوة. لا هي حلوة، ما هيك شايفتيها عتيقة عايفة حالها، هلا بجيب للثاني هيك هدايا؟ ايه سليم هن صحيح مو جداد جداد، بس جدال، هدول كان يلعب فيهم ابني محمود قبل ما يسافر على خفرت، كان هيك كان قده، من يوميتها انا مخبيتهم ومحافظة عليهم. يكتر خيرك ام محمود، الهدايا كثير حلوين فعلا انك مزوقة، حلوين. شو قصدك؟ معقول يكونوا عجبوا اللعب لهالدرجة؟ لا تكون عم تتمسخر علي. أنا بالأول ترددت كتير قبل ما أجيب لهم لعب ابني اللي بخرفتان، خفت لا يقولوا عنه نعتق، وكنت بدي أنزل أنا عالسوق يا هنا أشتري لهم هدايا جداد، بس بتعرفي الدكتور مانعني من المشي والنزلة والطلعة على الدرج.
لكن شلون اجيتي لعنا؟ من عندي لعندكم المسافة قريبة، ما بدها درج سليم.